هل تجب إعادة الحج على من جامع قبل التحلل الأول مع العلم أن حجه حج تطوع؟ إذا جامع على التحلل الأول يكون فسد حجه، لأنه جمره ويطوف ويقصر يكون فسد حجه عليه يتمه، يتمه فاسدا ويطريه بعد ذلك، ولو لا تطوع عليه يطريه بعد ذلك، يتم الفاسد ويطريه بعد ما أتى به أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، وعليه بدنه يذبحها ويقسمها للفقراء والمساكين.